راح نتكلم عن العلاقات الكويتية التركية المميزة مع رجل الأعمال حسن أردم من الجمهورية التركية الصديقة. أهلا وسهلا فيك وشكرا أهلاً لقبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. أهلا بكم إن شاء الله. احنا راح استاذنك ناخذ تقرير ان شاء الله ونرجع من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، وطبعا نبدا هذه الصفحه الحواريه. نجدد لكم التحيه من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، ورحب مره ثانيه في ضيف هذه الحلقه برجل الاعمال التركي حسن أردم. اهلا ومرحبا فيك في برنامج مساء الخير يا كويت. ودي ابدا معاك في البدايه عن العلاقات المتميزه بين الكويت والجمهوريه التركيه الصديقه. وأولا أنا أشكركم لدعوتكم إلى قناة الكويت وإلى برنامج مساء الخير يا الكويت، أشكركم. طبعا أنا اسمي حسن أردم، نائب رئيس اتحاد وكالات السياحة والسفر في تركيا، وأنا حضوري بالكويت بسبب ندوة داخل الكويت مجال السياحة، وعزمنا طبعا أهل سفريات أهل شركات السياحة والسفر في من تركيا، وعزمنا وعملنا الدعوة لأهل شركات السياحة والسفر بالكويت في فندق غدي في الكويت أمس الساعة 6 إلى الساعة 9. جدا ندوة ناجحة جدا، يعني الحمد لله الحضور جدا جيد والإقبال جيد. أنا بس طبعا علاقات سياحة بين جمهورية تركيا وبين دولة الكويت طبعا أكثر من هكذا، يعني المفروض يكون أقوى من هذا الشيء. مستوى الوزير لازم يكون إن شاء الله، هذه تكون لنا تجربة، الندوة هذه تكون تجربة بالنسبة اتحاد السفريات التركية. نعم إن شاء الله قبل الموسم الجاي 2019، يعني شهر 4-5 إن شاء الله راح نسوي إن شاء الله مؤتمر أو ندوة تكون أكبر من هذا الحجم إن شاء الله، لأن جدا علاقات يعني الشعب التركي وشعب الكويت علاقات عميقة تاريخيا يعني، نعم. يعني هم اجتماعيا يعني دينيا جدا علاقات يعني مدى القرون يعني، نعم. هذا ثقافية أيضا أي ثقافيا، نعم. بس احنا أهم شيء أهل الكويت مو مثل أهل دول أوروبية، يعني السواح اللي يجون من دول أوروبية طلبياتهم غير عن أهل الكويت. هم شي يدورون الشمس والحرارة والرمل والبحر، وهذا ما شاء الله عندكم أكثر من اللزوم، ما تدورون هذا الشيء، أنتم تدورون شيء اللي ما عندكم. شنو ما عندكم؟ الطبيعة، الشلالات، منبع الفواكه، المزارع، الاكل الطبيعي، هذا والاكل بعد شوي نتكلم عنه، الاكل يعني والتاريخ والثقافه، يعني هذا كل شيء، هذا الطلبيات كلها يعني متكونه في تركيا. لا ننسى الجوانب الثقافيه ايضا والتاريخ اكيد، يعني زين كونك احد رجال الاعمال يعني في تركيا، ودنا نتكلم عن يعني السياحه مثلا نقول بين البلدين الصديقين، وكيف ممكن ان ننمي هذا الجانب، يعني نقدر شلون يعني للتعزيز وتقوية علاقات يعني هذا الجانب، لان هذا جانب جدا مهم. ايوه، لان تركيا الجمهورية التركية معتمدة على المجال السياحة، يعني section of the tourism is very important for Turkey، يعني جدا مهم بالنسبة لنا، يعني مجال استراتيجي شلون تصدير عندنا مهم، ونفس الشيء كذلك شلون زراعة مهمة، مجال السياحة نفسهم مهم جدا، يعتمد على اقتصاد الدولة. أيوة. نعم. لأن بعدين الثروة السياحية الموجودة في تركيا مثل التاريخ مثل الآثار مثل الطبيعة مثل يعني الجيوبوليتيك الموقع اللوكيشن، كل هذا في يعني تقدر تنافس مع الدول الآخرين. هذه إمكانية، القوة موجودة، الثروة هذه موجودة، ولذلك احنا نقدر نكون ونقدر نعزز ونقوي علاقات السياحية بين تركيا بين جمهورية تركيا وبين الكويت، وخاصة بين الخليج كمان، يعني لأن تركيا تهتم بدول الخليج، لأن السائح الخليجي عنده إمكانيات تصرف أكثر من سائح الأوروبي،
السائح الأوروبي يعني طبعا احنا هم نحتاجهم كذا كمان، ولكن السائح الأوروبي هو يجي مع الجروب الصرفيات قليلة. يعني إذا يصرف عندنا شخص واحد 670 دولار أو 700 دولار، السائح الخليجي عندنا يصرف أقل شيء 1500 دولار الشخص واحد، وهذا شيء يعني فرق بالنسبة لنا، يعني مو بس كمية. يعني عدد مثلا 35 مليون السائح، الحين إن شاء الله يصل السنة هذه 38 مليون السائح زار إلى تركيا، طبعا من ضمنهم مليون 200 الدول الخليج. مثلا الكويت الآن 216 ألف سنة 2018 تقريبا زار إلى تركيا، زار تركيا. يعني هذا شيء يعني شوف تقريبا 20% من بالنسبة لعدد السكان الكويت. ما شاء الله تبارك الله، قاعد نشوف احنا حتى قاعد تزيد هذه العلاقات الكويتية التركية، وإن شاء الله في مدى أكبر وأجمل إن شاء الله نتمنى طبعا هذه العلاقات تستمر بإذن الله بشيء أفضل دائما وتجيء السياحة في تركيا. نشكرك مرة ثانية على وجودك معنا في برنامج مساء الخير، وكل وقت أدركنا وعساك على القوة. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا شكرا. نعم، لا يخفى على أحد طبعا الدور الكبير الذي تقوم به وكالة الأنباء الكويتية من تقديم الدعم والمساندة من خلال الدورات التدريبية والبرامج المتطورة لمنتسبيها وأيضا للعاملين في الحقل الإعلامي. وكالة الأنباء الكويتية كون احتفلت بتخريج كوكبة جديدة من الدفعة الخامسة للبرنامج التأهيلي لطلبة جامعة الكويت. خلونا نشوف هذا التقرير. إن وكالة الأنباء الكويتية كونا تسعى ضمن خططها المستمرة والدؤوبة لتطوير وتأهيل الشباب الكويتي للمساهمة في مسيرة النهضة وتنفيذ رؤية كويت 2035، حيث احتفلت بتخريج الدفعة الخامسة من البرنامج التأهيلي لطلبة جامعة الكويت. كما يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير لكافة المسؤولين جامعة الكويت على تعاونهم الكبير مع وكالة الأنباء الكويتية كونا. كما يأتي برنامج تأهيل الطلبة الجامعيين الذي تقدمه وكالة الأنباء الكويتية كونا بالتعاون مع جامعة الكويت في إطار مساهمة الوكالة لتنفيذ أحد جوانب الخطة الاستراتيجية لدولة الكويت في تنمية وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى أن هذه الدورة تميزت بجهود الطلبة المشاركين بها من خلال إبراز مهاراتهم الصحفية الخاصة بهم عبر تقاريرهم التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية كونا. ما يميز أيضا هذا البرنامج السنة أنه يعني انخرط فيه ليس فقط طلبة قسم الإعلام، وأيضا طلبة من قسم العلوم السياسية، قسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة الفرنسية، أيضا من اختاروا بعض المواد والتخصص المساند في الإعلام، وهذا شيء جيد في يعني يكون عندهم يعني خلفية أكاديمية مختلفة عن الإعلام، وأيضا انخرطوا في هذا البرنامج. بالتأكيد هذا لاحية يمكن هيئهم أكثر لسوق العمل ويكون على قرب، وتعرفوا أيضا على سوق العمل على واقع وممارسات إعلامية جيدة. مرحبا فيكم مرة ثانية من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير كويت. طبعا احنا متواصلين معاكم من خلال هذا البرنامج. يمكن لقائنا قبل شوي مع الأستاذ ورجل الأعمال حسن أردم من الجمهورية التركية الصديقة كان حديث عن العلاقات المتميزة الكويتية التركية، ولكن الملاحظة ما شاء الله تبارك الله الأستاذ حسن منطلق في اللغة العربية. نعم. أنا سألته بعد الفاصل أنا ما مدانا لأن الوقت أدركنا، ذكر بأن ما شاء الله تبارك الله تخصصه لغة عربية في جامعة بورصة ولا علاقات قديمة مع الكويتية. جميل جدا أن نسلط الضوء أيضا نحن كبرنامج مساء الخير يا كويت على هذه الأمور وأيضا النشاطات المحلية والأخبار المحلية الموجودة في ديرتنا الحبيبة الكويت. دائما ننتقل من حدث إلى حدث على الهواء مباشرة، أكيد متواصلين معكم في برنامج مساء الخير يا كويت. نعم، عندنا فاصل وإن شاء الله نواصل بإذن الله.